السلام عليكم، وكنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. هذا النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم شي حويجات اللي غادي نصيفط للمغرب. مع قرب، راكم عارفين كما قرب رمضان وقرب ان شاء الله موراه غادي يكون العيد، ضروري خصنا نصيفطوا هكا شي حويجه للمغرب. حنا مولفين دائما كنصيفطوا مع مالين الطوموبيلات اللي كيديو السلعه وكيجيبوا، ولكن دابا مع هاد كورونا وهاد الشيء حبسوا، يعني ولينا كنصيفطوا مع مالين الكار. ما بقيتش كنصيفط كي نهار الاول، يعني دوخا كنصيفط كنصيفط داكشي غير قليل غير شويه، لانه غالي شويه على مالين الطوموبيلات. دابا غادي نبدا معاكم الحاجات اللي شريتو من اكسيو. دابا غادي نبدا معاكم الحاجات اللي شريتو من اكسيو. كنت شريت هاد الربيعه، ولا كل واحد شنو كيقولها، هاد ربيعه ديال السكر، نقدو نديرو فيها السكر، نقدو نديرو فيها كتميرات في هاد رمضان، بزاف د الحوايج ما يدار فيها. خديت هادو، هادي كنت خديتها يمكن بأورو 50 من اكسيون، خديت هادو تقريبا بأورو شي 75 سنتيم الواحد. هادو زويونين، كيدار فيهم هكا الشميعات، كيجيو زوينين، راه عندي انا كنصور بهم مره مره. وهادو هادو الكريمات خديتهم لواحد الاخت ديالي، زوينين، كاينه ديال الليل وديال النهار، راه كيتباعو في ليدل، ثمنهم رخيص بزاف، تقريبا 3 أورو الوحده، وزوينين هادو، زوينين، كنديهم انا دائما، يعني كيخليو الوجه كيخليو الوجه رطب، وكيخليو حتى الوجه ديك الحركات اللي كنديرو بالوجه ديالنا ما كيبقاوش متراسين في الوجه ديالنا، يعني بحال الجبهه ديالنا، بحال هنايا في الحناك، كنبقاو مع المده ومع الوقت كيبقى ديك لاطراس ديالهم. هادو لا، هادو فاش كتبقاو ديروهم وبنادم يداوهم، لان ثمنهم صراحه الله رخيص، 3 اورو الوحده. وهادو البلاطوات، هاد البلاطوات هما غادي نصيفطهم لهم، هادو البلاطوات ديال اكسيون، وموجودين في اكسيون دابا بزاف بزاف بزاف، محطوطين فيما مشيتي تلقايهم كاملين. هاد الثلاثه بهم كيطيحوا تقريبا شي 9 الاورو وشي حاجه، قولوا 10 اورو تقريبا، 10 اورو يعني 2000 ريال مغربيه، كيطيحوا بثلاثه هاد البلاطوات، بثلاثه بهم. انا راه واخده منهم بزاف، يعني كل شكل واخده منه ثلاثه. هادو غادي نصيفطهم لدارنا، وهادو غادي نصيفطهم لعكوزتي، يعني واخده وحدين اخرين، واخده حتى لويساتي حتى هما، وبالحق حتى المره اخرى ان شاء الله نصيفط لهم، لان راكم عارفين دابا الكار غالي شويه، من بعد ان شاء الله غادي نصيفط لهم. وهذه هاد الكينه، خلاص هذه الوالده ديالي، هذه راكم عارفينها، يعني اللي كيتحيد كنحيدوا بها الشعر. وهذه خلاص واحد البوماده ديال هذا، وهادو الكريمات ديال البيبي، هذا غادي نصيفطهم ان شاء الله لولد اختي، تا هو بيبي صغير بحال قدو قد ولدي، وعندي منهم تقريبا الدوبل. هادي الصباغه ديال الشعر، هادي الصباغه ديال الشعر، كناخد دائما كناخدها هادي، وهادي كنت خديتها ب5 كورو، ما غالياش بزاف. الاخت ديالي كيعجبها هذا اللون هذا، والصراحه طلع غزال، كيخرج في الشعر زويون، وكثر من كتخرجوا برا وكتضرب الشمس كيعطي واحد البريون زوين بزاف. حتى انا هذا هو اللون اللي كندير دائما، فالتالي وليت كندير اللون ماغو، ولكن كندور ورجع لهذا اللون هذا زويون. دابا غادي نبدا معكم هذا السيكان. هذا السيكان راه كانوا حاطينهم في بابو، كنت انا من قبل كنت خديت جوج، خديتهم تقريبا ب10 اورو الواحد. موراها دوزت واحد الشهر هكا كرجعت، لقيتهم دايرين ب6 اورو. دابا انا خديتهم بجوج، خديت هذا ب6 وهذا ب6. هذا راه بحال اللي كنقولوا حنايا في الزيتي، ما عرفتش انا كي كيبان في الكاميرا، ولكن ربما يبان لكم كحل، ولا هو راه الزيتي مغلوق، وهذا راه في الموطاخ. وهذا غادي نزيد نقول لكم على هاد الشامبوان. هاد الشامبوان بالنسبه للناس اللي عندهم القشره في شعرهم، غزال بزاف، ما نقول لكمش عليه، هذا دائما انا كنديرو، دائما كانوا خرجوا ليا الطبيب، غزال هذا الشامبوان هذا، كنصح كاع الناس اللي عندهم القشره في شعرهم يديروه، غزال بزاف بزاف بزاف. انا بعد هذا كنشكر فيه ونعاود، لانه انا ما نقول لكمش على شعري كي كان بالقشره، وما خليت حتى شي شامبوان اللي ما درتوش، ولكن من درت هذا ما نقول لكمش عليه، صراحه غزال هذا بزاف بزاف، هذا الشامبوان هذا. خلاص هادو بحال بالطوفه، بحال سبابط، بحال ما عرفت ما نقول لكم، حيت عندي جوج، عندي واحد في الازرق وعندي في هذا اللون هذا. هذا ان شاء الله غنصيفطو لولد اختي حتى هو، حيت تقريبا في اللاج ديال ولدي، وانا عندي كالحاجه اللي عندي مضوبله هنايا كنصيفط لهم ليه. هنايا عندي شي، عندي الحوايج، هادو الحوايج اللي كانوا يعني بالنسبه لولدي تبارك الله، انا شي شويه غلوض على ولد اختي،
يعني الحوايج، كاين شي حوايج اللي ما لحقتهمش صغار على ولدي، وفاجيت لبسهم لقيتهم صغار عليه. غادي نصيفطهم لولد اختي، يعني بزاف د الحوايج هنايا كما كتشوفوا، هما هادو ما يمكنش نبينهم. المهم راكم شفتوهم، ف راكم شفتوهم ف... ف... فاش كنت كنصور، ف فاش كنت درت الفيديو. خلاص هذا الشوكولات، هذا الشوكولات خليتهم هنا، الكاوكاو هذا، الكاوكاو هذا تاهو كاوكاو، هذا كاوكاو، هذا مخلط الكاوكاو واللوز والبيستاش كل شيء فيه. هذا دابا هاد الحويجات كنت خديتهم لولد اختي تا هادو، حيت انا عندي تا هادو عندي منهم تقريبا الدوبل، يعني تا انا عندي في هاد اللون ديال الجون، وعندي في هاد سروال الجين، يعني قد قد. هنايا هاد المكانه هادي كنت خديتها من اكسيو، كنت خديتها تقريبا 9 الاورو. غزال هاد المكانه، ربما غادي تبان لكم صغيره في التليفون ولا في، ولكن هي راه كبيره وغزاله بزاف. كنحطوها مره وحده ما عاودوش حطوها، زوينه وتا الشكل ديالها زوين. وانا فايتك كنت لقيتها في بابور، لقيتها بواحد الثمن ما نقولكمش شحال، غاليه بزاف. وبالنسبه لقيتها في اكسيو رخيصه بالنسبه لي انا، بعدا لقيتها 9 الاورو مقارنه مع بابور. والله ما نكذب عليكم، يمكن تقريبا شي 30 اورو ولا كثار، كثار الدوبل ديالها. وعجبتني، زويونه فنه، وراه كاين حتى الصغار ديالها، كاينه هذه وكاينه الصغيره ديالها، حتى هي غادي نصيفطها. عندنا هنايا هاد عندي هنايا واحد البالطوفه هذه، حتى هي غادي نصيفطها. عندي هنايا هاد البيجامه هادي، راكم كما عارفين يعني هاد البيجامات ديال اللي كيكونوا في السوق، يعني خديت هادي وخديت جوج من هنايا، خديت هادي وخديت هاد جوج. هادو الصراحه كنت خديتهم شحال، هادي كنت خديتهم تقريبا ب 3 اورو الوحده، 3 اورو الوحده كنحطهم واحد المره، زويونين وباردين. مع دابا بدا غادي يبدا يبرد الحال، زويونين تيديداتهم، زويونين هكايا، عندهم لاستيك من هنايا، باردين وزويونين. هادو خديت منهم جوج، يعني فاش دابا بالنسبه بحال هاد البيجامات ولا هاد القميصات ولا كل واحد شنو يقول لهم، هادو راه فاش كيبغي يدخل البرد يعني وكيبقاو لهم في الصيف كيبيعوهم باش ما بز ما باش اللي جاب الله كل مره وبشحال. انا كنت لقيتهم ب3 اورو وشريتهم، شريت هادي وهادي، خلاص شريت هادي في البرد، هادي شريتها في البرد، هادي التحتانيه. هنايا هادو الرضاعات، يعني عندي انا الرضاعات، هادو غادي نصيفطهم جوج رضاعات، نصيفطهم تهادو لولد اختي، هادو جوج رضاعات غنصيفطهم له. وحده راه فيها الهايه، كتباع بها بلهايتها، هادي راه فيها بها بلهايتها كتباع، نتوما كما كتشوفوا هادي كتباع بالهايه ديالها. انا ما عرفتش واش يمكن محال واش بقى كيشدوا الهايه، يمكن نقدر غادي ناخذ الهايه، لان ولدي كيشد الهايه ولد اختي مابقاش كيشد الهايه. وزوينه هادي، هادي راه شويه راه ثمنها شويه طالع، عارفين كتكون ديال الفرماسيان كيكونوا زويونين. دابا هنا خلاص عندي هنا غير واحد الكاطو، هنا غادي نهضر لكم على هاد الليبات. هاد الليبات بالنسبه كيعطوهم هنايا بالنسبه للعيالات اللي كيكونوا حاملات، وكيكون الدم كيكون مداين في الرجلين ديالنا. راكم عارفين كاع العيالات اللي كيكونوا حاملات كيحسوا بالرجلين ديالهم كيتنفخوا، زوينين هاد الليبات هادو. انت كتعزلي الا بغيتي كولون ولا بغيتي الا بغيتي تقاشر، دابا هادو تقاشر تقريبا طالعين شي شويه، وكاين اللي كيبغي يديهم يتقاشر هكا. ها نتوما شفتو كما كتشوفوا، ها نتوما كما كتشوفوا في التصويره، هادي راه طالعه حتى الفوق، وكاين اللي كياخذ كولون وكاين اللي كياخذ تقاشر غير حد هنا. انا خديتهم هادو شويه طالعين، ساعه كنت ما قدرتش عليهم صراحه، الله كانت خرجاتهم لي الطبيبه ولكن ما قدرتش عليهم. غادي نصيفطهم لاختي، حيت اختي كتوقف بزاف الخدمه ديالها، كتحتم عليها توقف بزاف، غادي نصيفطهم لها. هما جوج والثمن ديالهم هادو راه شويه غاليين في المغرب، في المغرب راه كيديروا تقريبا 6000 ريال في الفرماسيان، 6000 ريال باش كيتباعوا هادو. هنايا هادو ديال هادو كيتباعوا في اكسيو، هادو ديال هكا ديال اليدين ولا بحال باندات، باندات هما كيتخشعوا. دابا هادو ديال اليد هكا، هادو كنت خديتهم الاخت ديالي، حتى هي يديها كيضروها بزاف بزاف، وراهم خديتهم لها من اكسيو، حتى هادو ثمنهم ما غاليش بزاف. وخديت لها هادي، هادي اليد حتى هي، وخديت لها هادي. هادو بالنسبه لليدين هكا، اللي يديه كيضروه كيديرهم راه كيزيرو اليد. دابا جينا لهادي،
هذه الماكينه ديال اللي كنطحنوا بها، هانتوما كما كتشوفوا كنطحنوا بها، كطحنها انت، طحنها الخضره، طحن كلشي. انا كنطحن بها حتى اللوز، كانوا حاطينها في واحد الوقت، شوف شحال لقيتها في ليدل، كتب 5 اورو، هما كيحطوها تقريبا ب10 اورو. واحد المره كنت مشيت ولقيتها محاطينها وخديتها ب5 اورو، باش خديتها غزاله هذه بزاف بزاف، كاع ما كتخطينيش انا من الدار نهائيا. تقطي تطحني فيها اللوز، كتهرمش اللوز، الخضره، القزبر، معدنوس، الثومه، كل شيء. هذه المره دايرين حتى تصور هنا، دايرين حتى الثومه، كتهرمشها، كتجيبها زوينه بزاف. يعني حتى هي غادي نصيفطها، كطحن مطيشه، ها حنا دايرين القزبر، دايرين كلشي كلشي. حتى هادي غادي نصيفطها لهم. وهنايا هاد الديكورات هادو ديال الاكسيو، حتى هما غادي نصيفطهم، يعني خديت منهم 4، حتى هادو غادي نصيفطهم. وباقا غادي نصيفطهم ان شاء الله حتى واحد واحد. الريدويات كنت بدلت الصاله ديالي، كانوا مزيانين يلا دوزوا عندي عام، وبغيت نبدل الريدويات وغادي نصيفطهم. انا غادي نشاركهم معاكم هانتوما كما كتشوفوا، حتى هاد الريدويات غادي نصيفطهم لهم. يعني راه ما دوزوش عندي كاع بزاف نهائيا، دوزو عندي تقريبا واحد العام ولا ما كاملش كاع، مره وحده اللي كنت درتهم. ومن بدلت الفراش ما صافي ما بقاش عندي ما ندير بهم، وقلت نصيفطهم لهم ان شاء الله، هما واخا يديرهم في واحد بوص الدار. كانت عندي 3 د الريدويات، وصراحه طلع هادو كانت اختي هي اللي خيطاتهم ليا، حتى هي كتخيط بحالي، حتى انا كنخيط، وصراحه هي كتخيط خير مني كاع بزاف. وهي اللي كانت يعني فصلت غير الثوب وخيطاتهم لي، كيجيو هكا، يا كيجيو زوينين بزاف هكا، بهذا العقيق، بهذا الشفاه هنا اللي كيكون فيها العقيق، كيجيو زوينين بزاف. حتى هادو غادي نصيفطهم لهم ان شاء الله. كنتمنى هاد الفيديو، كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وكنتمنى نحفزوا الناس كاملين اللي عندهم العائله ديالهم وبغاو يصيفطوا لهم يصيفطوا لهم. راه كاينين دابا الكيران موجودين، واخا كتلقاي صعوبه باش تصيفطي، ولكن المهم ضروري بنادم كتفرحي الوالدين ولا تفرحي الخوت، راه هادك هي الدنيا وما فيها. وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وبالسلامه عليكم، وشكرا للناس كامل اللي كيتابوناو عندنا، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.